معايا من جديد في قناتكم اكيد. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر سابوني والجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد ومفيد. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على مشكل الهالات السوداء، وغادي نعطي واحد الروتين اللي هو بسيط سبق وقدمته في القناه يعني القديمه، وكان لقى واحد النجاح كبير، يعني بزاف السيدات جربوا هذا الروتين يعني وعطاهم واحد النتائج اللي هي جد محموده. فقبل ما نمشيو نشوفوا الروتين يعني والمسائل اللي غادي نحتاجوا فيه، نتكلموا شويه على الاسباب ديال الهالات السوداء. فهنالك اسباب كثيره، من بينها قله النوم، يعني قله الراحه، الناس يعني اللي كيتعبوا بزاف، التعرض المفرط لاشعه الشمس بدون وضع الواقي ديال الشمس، يعني بما في هذه المنطقه هذه يعني كنعرفوا ان فيها جلد اللي هو رقيق وحساس، يعني فملي كيتعرض مع الاشعه ديال الشمس كتحفز الماده الصبغيه اللي هي الميلانين انها تشتغل يعني بكثره، فبالتالي كيولي عندنا هنا واحد السواد. امراض داخليه بحال شكل ديال امراض فقر الدم، امراض الكلى، نسبه السموم في الدم، يعني ارتفاع نسبه السموم في الدم، يعني خصوصا ملي كتكون عند الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الامساك المستمر، فبالتالي الدم اللون ديالو كيتبدل كيولي داكن بحكم السموم اللي فيه، فبالتالي كتولي عندنا هذه المنطقه اللي هي مسوده. بالنسبه يعني للمراه الحامل والمرضع، لان كيولي عندها تغيرات هرمونيه حتى هي كتعطي هذا المشكل ديال الهالات السوداء. الحساسيه، الناس يعني اللي كيفرقوا العينين ديالهم يعني كيحكوهم بزاف، يعني وهذه المنطقه هذه حساسه، كيتسبوا انهم يعني كيفجروا الشعيرات الدمويه اللي كتكون عندنا في هذه المناطق، فبالتالي كيعطيونا اكيد الهالات السوداء. ناهيك على المشكل اللي هو وراثي، يعني كنلقاو بالوراثه يعني في العائله كنلقاو بزاف الناس اللي عندهم الهالات السوداء، يعني هكا الطبيعه يعني كتكون عندهم هذا الجلد اللي كيكون عندنا تحت العين كيكون رقيق بزاف، وما كيكونش عندنا الدهون، يعني كيكون العين جلد والشعيرات الدمويه، فبالتالي كيبان هذاك السويداد. فكيف ما قلت كاين اسباب كثيره ما يمكنناش اكيد نتكلموا عليها كامله، فغنمشيو نشوفوا الروتين البسيط اللي غادي نعطيكم اليوم ان شاء الله، فهو جد فعال. بزاف السيدات كانوا جربوه ملي تحطيتو في القناه القديمه ولقى واحد النجاح، يعني فنمشيو نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو في الروتين. بالنسبه للعناصر اللي غنحتاج في روتين العنايه بمحيط العين والقضاء ان شاء الله على الهالات السوداء، غادي نحتاج الخيار يعني شديته وحكيته وحصلت يعني وعصرته وحصلت على هذا الماء الاخضر اللي هو ماء الخيار. هذا الماء ممتاز جدا يعمل على القضاء على الهالات السوداء بواحد الشكل كبير، يعني كيبيض هذيك المنطقه اللي كاينه تحت العين، لان كنعرفوا ان تما كيكون واحد الجلد اللي هو رقيق وحساس، وكنعرفوا ان الخيار من المميزات ديالو انه كيبيض البشره وكيفتح اللون ديالها بواحد الشكل كبير، كيهدئ تلك المنطقه، كيمنع الانتفاخ، كيعطي واحد النتائج اللي هي ممتازه جدا. عندي هنا العسل نحل او العسل الحر، وعندي الكركم او لا الخرقوم البلدي، فهذا يعني واحد القناع صغير غادي نوضعوه في المحيط ديال العين يعني او في المكان ديال الهالات السوداء، كيعطي واحد النتائج ممتازه، وهي وصفه مجربه هنديه الاصل. وعندي هنا زيت اللوز الحلو من اجل الترطيب، لان منطقه محيط العين تكون دائما منطقه جافه، يعني فيها الجلد اللي هو رقيق وحساس، وكيبغي واحد العنايه كبيره وكيبغي واحد الترطيب كبير، لان تلك المنطقه يعني الولاد جافه، فاكيد اللون ديالها غادي يولي داكن ويولي مسود. فاحسن يعني احسن زيت او احسن مرطب ممكن نوضعوه في ديك المنطقه فهو زيت اللوز الحلو. وعندي هنا القطن الدائري او القطن ديسك، فغادي اول حاجه غادي نديرها، فغادي ناخذ هذا القطن هذا وغادي نديره هنا يعني في هذا العصير ديال الخيار بحال هكا، ونوضعه هنا على جنب. هاد الكمادات في الثلاجه على الاقل المده ديال 30 دقيقه قبل يعني ما نحطهم على العينين ديالي. فغنجيو للقناع، غادي ناخذ نسبة من الكركم، يعني وما نخافوش من اللون ان غادي يولي اللون صفر، عادي يعني الكركم واخا كيخلي واحد اللون اللي هو صفر على الجلد فهو ممتاز جدا، لانه غني بمواد ضد الاكسده، كيفتح البشره بواحد الشكل كبير. والداي القاطع ان يعني الهنديات احسن وصفه عندهم يعني المفضله هي الوصفات اللي كيكون فيها الكركم. فغادي ناخذ كميه من العسل، كنأكد يكون عسل حر يعني عسل نحل، باش يعطينا نتائج ان شاء الله اللي تكون جيده. فنمشيو نشوفوا كيفاش غيمكننا نحطوا هذه المكونات. اول مرحله غادي نقوموا بها هي غادي نمسح محيط العين بواسطه ماء الورد، كنعرفوا ماء الورد يعني كيصلح بزاف للهالات السوداء، كيساعد على الازاله ديال الهالات السوداء، فغادي نمسح بحال هكا المحيط ديال العين ديالي بحال هكا، باش نهيئه بحال هكا بشكل جيد،
ونحط مباشره القناع الصغير او لا الخلطه ديال الكركم والعسل، نوضعها مباشره في هذيك المنطقه. يعني انا وضعت الخلطه وغادي نبقى بها يعني ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، يعني باش يستافد الجلد ديالي منها، لانها خلطه ممتازه وكيف ما قلت انا مجربه، يعني بزاف النساء داروها يعني ولقاو واحد النتائج اللي هي رائعه. فغادي نبقى يعني مده ديال 20 دقيقه ونعاود نطلقها، يعني نحيد الخلطه وندوز للمرحله الثانيه ديال الكمادات ديال الخيار. هنا من بعد المرور ديال 20 دقيقه يعني على وضع الخلطه، فغادي نحيد الخلطه باش ندوز للمرحله المواليه. هنا تخلص من الخلطه، يعني كيبقى واحد شويه ديال يعني شويه ديال الصفوريه، ماشي مشكل، هذيك الصفوريه يعني مفيده جدا، لان حنا باقيين غادي نتبعوا يعني مراحل اخرى. يعني كننشف بالمناديل الورقيه، دائما كنقول ملي كنكونوا نديروا هكا قناع او اي حاجه عندها علاقه يعني بالوجه، فما نديروش المناديل المنزليه، دائما نديروا المناديل الورقيه اللي كتكون هكا معقمه. كتجي المرحله ديال الكمادات بحال هكا، يعني من بعد ما بردوا 30 دقيقه، فكنحط كنوضع الكمادات على العينين ديالي. ممتازين هاد الكمادات يعني ديال الخيار، ممتاز كنوضعهم بحال هكا بحال هكا على الاعين ديالي، ونخليهم المده، ما بقيتش كنشوفكم المهم ونخليهم المده ديال 15 حتى 20 دقيقه او اكثر، يعني شحال ما قدرت نبقى بهم اكيد، ونسترقي ونرتاح يعني ونرتخي، ونخلي الخيار يعني الخيار ممتاز جدا، يعني كيعاوننا بزاف اننا نتخلصوا من الهالات بحال هاد الشكل هكا. هنا عطي واحد الاحساس رائع، فعلا ارتاحيت غير هاد شويه وحسيت بواحد الراحه كبيره في العينين ديالي. فكنتمنى انكم تجربوا هاد المساله، واكيد ماشي غير النساء اللي عندهم المشكل ديال الهالات، يعني هما اللي يقدروا يديروا هاد الكمادات، يعني اي مراه عامله او لا غير هكا في دارها، يعني ملي كتحس براسها ان يعني عيات يعني دير هاد الكمادات، فكيحسوها بواحد الراحه اللي هي كبيره، وكيخلصونا اكيد من الانتفاخ ديال العينين بحال هكا. فغادي نحيد الكمادات ونعاود نمسح العينين ديالي بحال هكا بحال هكا، وغادي تجي المرحله ديال الترطيب بواسطه زيت اللوز حلو. هنا غادي نرطب المحيط ديال العين ديالي، يعني من بعد ما درت الخلطه، من بعد الخلطه درت الكمادات، يعني باش هدات يعني المحيط ديال العين ديالي. غتجي المرحله ديال الترطيب، كيف ما قلت ما كاينش ما احسن من زيت اللوز الحلو انا نديروه في هذه المنطقه هذه، يعني بالذات كناخذ هكا واحد النسبه في الاصابع ديالي وكندهن بها محيط العين ديالي بحال هكا بحال هكا، حتى المنطقه يعني حتى من الفوق، ما نخشيش في العينين ديالي اكيد. وغادي نبدا ندير بحال هكا، نحاول نخرج التعب اللي كاين في الاعين ديالي بحال هكا، نخرجو على برا بحال هذا الشكل هكا، مساج بسيط بحال هكا، وندير طبطبات بحال هذا الشكل حركة. يعني هذا المساج هذا يحفز الدورة الدموية أنها تدور في هذه المنطقة هذه، فبالتالي الأوردة الدموية كتشتغل وما كيبقاش إن شاء الله وبإذن الله المشكل ديال الهالات السوداء بحال هكا. دائما بحال هكا نخرج من فوق ديال العينين ديالي تا هو كذلك ومثال بحال هكا، خصوصا في هذه الأماكن كيكون فيهم انتفاخ بحال هكا، يعني ونرطب المحيط ديال العين ديالي مزيان بزيت اللوز، لان زيت اللوز ممتاز جدا للترطيب بحال هكا. جاني النعاس والله. فهاد الروتين كيف ما لاحظتوا فهو بسيط جدا، ولكن ان شاء الله كيعطي يعني واحد النتائج اللي هي جدا محموده. كنا نديرو هذا الروتين يوميا ما كاينش مشكل، بالعكس غادي يرتاح العينين ديالنا بواحد الشكل كبير، وغادي نلاحظوا النتيجه يعني في غضون ايام معدوده. فإلى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم، وشكرا على حسن التتبع، الى فيديو قادم ان شاء الله.